واحدة بواحدة حبيبي، الخبز اللي خبزته اكله يا حبيبي، اكله ابلع. انا اجرب، انا استخدم مدربين ما غيرهم بعد في ماي كلوب، يعني بس متعود عليهم وما غيرهم، مقتنع بهم بس من الحين لين ما اوصل لهدفي اللي في بالي. هنشوف كم هو تصنيفه بعد 800 تصنيفه 900 في الماي كلوب. يلا فزت على محترف وهذا بيفوز عليه. See guys, now I'm just beating two pro players and this open and nobody's going to beat me. Normally this is beast guys, normally beating pro players but failed to beat normal people. شباب الحين تاي فايز على اثنين محترفين، لا هذا لاعب عالي مو محترف، شرط يمكن يعثرني. سبحان الله. لاعب حتى واحد يقدم حد يستلم الكرة. هاي انفلتوا دفاعاتي كلهم. I told you. الله هاي دفاعاته وحوش، ينقضون عليه بطريقة غريبة. غريبة اللعبة، غريبة والله والله غريبة اللعبة. هيبتها وحوش في قطع الكرة. ليش لعبت كل بطيئين صايرين؟ استعجال، شوية تركيز بس والله بجيبه، بس شوية تركيز والله اني اجيبه. بس شوية تركيز اجيبه، سهل سهل، بس ما اريد اش فيني، انا ما اعرف العب.
يا الله على الغباء اللي الدفاعات الاثنين الغباء اللي فيهم. يا سلام على الكيك اوف، يا سلام. واحدة بواحدة حبيبي، الخبز اللي خبزته ابلع يا حبيبي، اكله ابلع 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 كيك اوف ابلع. بصيح من اللعبة، بصيح على غباء اللعبة. هذا الكيك اوف، روح 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 العب كيك اوف يا مريض، روح روح العب اكلك اياها نفس ما اكلتني اياها. ابتعد هذا، لازم اغير هذا الاشقر المهاجم. يا الله على حظك، بسك خزعبلات، يلعن ام الخزعبلات في اللعبه. اطلع اطلع يا اشقر يا دليع، انت بعد وياه اطلع يا دليعين.
بقاعد مكانك. اي قلت لك انا بقاعدك مكانك بسلايد. هذا تو داخل هالاسمراني احسه نفس اللي دليع صاير بعد يعني بدي اخذه فل. حطن حطن تعال تعال تعال. هذا دليع والله انه دليع يا اخي. توك داخل شوف ليفاندوسكي تعلم التحضين منه يا حبيبي. تعلم شلون يحضنون يا ساني. خلاص you have to eat, you are so hungry, you have to eat this rocket. Give him, let's go make heat egg for him. The best way to break the kickoff, best way. Best way to break this kickoff. Now new kickoff for you. Fair play. Let's go. You will eat, my friend. Trust me. Trust me, you will eat. No, you will say boot is dirty. Yeah, you have to say it. Yeah, because you started. Wait for yellow card. Just wait. Just wait. Best way. Best way just to stop this kick off. Best way. Amazing. Yeah, feel it. Feel it, my friend. Feel it. I forget to do this yellow card. It's okay. He's already done. He's done. Devil ball. Come on, not my player. Oh, crazy. That's foul. Foul. No penalty. No penalty, ref. It's in the line. No penalty. Yeah. He's still alive. Have a mercy. No, I will go so hard. Because he is never give up. I will go so hard to eat. اعطاها احمر هذا الدليع. اطلع 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 ما بيك ذا. I don't want him this Leroy Sané. He's already bad player. He's bad player. Come on ref. Give him bread. Why? I don't want him in my gameplay. Just knock him. في زمن النكران وعصر الزهايمر هل يقدر فلورنتينو بدون
كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين، هذه الملايين اللي طالما سعدها للسنوات ونادت باسمه للسنوات. أضاف البرتغالي فيها للرداء الأبيض نصاعة وبريق، وأضاف ليلقى بها 15 بطولة ولسجلاتها 4 كرات من ذهب. كريستيانو اللي أطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال، طعنه أحباؤه قبل خصومه ونكره الأقرباء قبل الإبعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرينجي وهداف الشامبيونز اللي براسه جاب الكوبا ديل ري، وبساقه جات الشامبيونز، وبقدمه من شهرين جات مونديال أبو ظبي. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتذكرون لهذا؟ الآن صار رونالدو أعوج وأعرج ومحول، الآن أصبح الدور ما عنده في السوق ما يذوق. لا، لم ينتهي يا سادة رونالدو، ما زال العالم سيشاهد أهدافه ويستمع بألقابه ويفرح.